ميل ديال الصقاله بكل مسؤوليه. هذا واحد العقد كان ديال الاستغلال اللي دار في منذ اعتقد الفتره ديال 2003-2009 مع واحد المستثمر. من جهه هذاك العقد المده ديالو سالت الاولى، ثانيا المجلس اللي قبل من هذا اللي فات، المجلس ديال 2009-2015 خدا مقرر باسترجاع وانهاء العلاقه، دخل الموضوع للمحكمه. المحكمه في العهد ديال المجلس اللي فات استطعنا نوصلوا الى حكم نهائي لفائده الجماعه بشكل الذي يستدعي التنفيذ ديالو. للاسف هذاك الحكم لما صدر في الشهور الاخيره تقريبا ديال الولايه السابقه، ما كانش الامكانيه ديال التنفيذ ديالو. حنا مع هذا المجلس وقعوا كاين جوج المستجدات كبار. المستجد الاول هو انه كاين عندنا اليوم حكم نهائي واجب التنفيذ، دونك هذه الاولى. المستجد الثاني هو ان المستثمر المعني ولا عضو في المجلس، فمن هذا الباب حنا كنضيفوا بالاضافه للجانب القضائي في الموضوع كنضيفوا الجانب ديال تضارب المصالح في الموضوع. قيل لنا بانه حنا صدقنا على واحد الثمن افتتاحي بين قوسين الاستغلال ديالو، املا بانه يمكن دار شي صفقه ولا شي سمساره جديده باش انه يكون متعهد. حنا كننتظروا، للاسف هذه تقريبا حوالي سنه ما بقيناش سمعنا حتى شي جديد في الموضوع. هذا حنا كنطرحوا سؤال، لا نتهم لا حتى شي حاجه، ولكن كنطرحوا سؤال حول مآل هذا الموضوع. الاب والاداه يتم الاعفاء، ماذا يقع وماذا وقع خلال هذه الاعفاءات؟ يلجأون فقط الى وثيقه صادره عن السلطه.